كل المبدا السادس اللي انت بتحاوله، وده ايضا من مبادئ الجامعه الاسلاميه اشتغلت عليها شغل كبير جدا، هو مبدا معروف نهي عن المنكر. الوارد في القران الكريم في الايتين المشهورتين في سوره ال عمران، والوارد في احاديث كثيره ذكرناها في مرات مختلفه. خلاصته ان هذه الامه خيريتها بتطلب بها الامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كنتم خير امه اخرجت للناس امر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وان هذه الامه ماموره بالامر ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. اذا احنا مامورين بالامر بالمعروف ونهى عن المنكر، ومامورين بالتناهي فيما بيننا عن المنكرات. كويس؟ حديث من راى الحديث صحيح راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، ذلك اضعاف الايمان، ليس وراء ذلك من الايمان حبه خل. وانا قالوا هذا الحديث عن ظاهره يغير باليد، اول حاجه استاذ زكريا عمل حاجه غلط، نوعظه ونكلمه ونقول له مش معقول يعني محمد عوض بيتكلم كلام فارغ، واحد على باب البيت يغتال وهو خارج، انتهى الموضوع ونخلص من هذه الشرور والاساءه، لان التغيير واليد يعني السيف طبقا لكلام اخونا اللي ذكرته لكم من شويه. بينما الحديث في فهمه الصحيح لا يمكن ان يؤدي هذا المعنى. الحديث في فهمه الصحيح ان تبدا بقلبك. اذا مررت بقوم على منكر هتشمئز الاول ولا هتطلع بس؟ تشمئز طبعا، هتعرف. واحيانا لما تكون يعني ما تحبش تبص على رفع وشك ناحيه ثانيه، وده اللي كان بالقلب، ده التغيير بالقلب. والله يرحمه شيخنا الشيخ الغزالي كلمه جميله في احد كتبه، بيقول قد يتساءل مغفل عن فائده الانكار بالقلب، واقول له ان المسلم اذا لم يكن حبا على المفسدين فانه لا يكون عونا لهم فضلا عن ان يكون محبا له. فعلى الاقل تنكر بقلبك تكرهه. فاول درجات التغيير هي التغيير بالقلب، ان يقع في قلبك بغض المنكر وعدم اقراره وعدم حب الذين يفعلونه، دي المرتبه الاولى. بعدين اذا تعرف الناس وتقدر تكلمهم هتقول له يا ابني بلاش الكلام ده، او يا استاذ او يا ست او راجل بلاش انت بتعمله ده باللسان، لان البدء يكون بالاخف مش بالاخر. استجاب خير وبركه الحمد لله، ما استجابش وانت قادر على التغيير باليد دون احداث فتنه اكبر، وده باتفاق امه المسلمين دون احداث فتنه اكبر، لانه قد يكون تيجي تغير المنكر مثلا مش الخمره، تيجي تشيل منه ازازه الخمره يقتلك، فقتلك منكر اكبر من شرب الخمر، روح في داهيه هو الخمره بتاعتك، لكن انت ما تخليش يقتلك. ولذلك ابن تيميه اللي عمل فتوى التتار دول مر على قوم يشربون الخمر من التتار، فاراد بعض اصحابه ان ينكر عليهم باللسان، فمسكوا وقالوا لا تنكر عليهم، دعوا ان الله تبارك وتعالى حرم الخمر لانها تنهى عن الصلاه وتصد عن ذكر الله وعن الصلاه، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل النساء والاطفال وسلب الاموال، فدعهم وما هم فيه. الخمر انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منكرون؟ فعلوا انما حرم الله لانها تصد عن ذكر الله وعن الصلاه، وهؤلاء تصدهم عن قتل الابرياء فسيبهم فيصنع بهم. ففي منكر اكبر ينبغي ان نتجنبه ونترك المنكر الاقل لو كان ذلك. الامر الثالث انه الذي يغير باليد اما ان يكون ذا سلطان منتخب من الشعب او معين او مبايع او معينه حاكم، الا اذا كان صاحب المنكر هو الحاكم نفسه. فعندئذ ينبغي ان ينكر عليه من يعرف ان هذا منكر بالدليل الشرعي، ولا يهمه بقى عندئذ ان تضيع حياته. ليه؟ لانه في دليل ثاني يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الشهداء حمزه ورجل قام الى امام جائر فامره ونهاه فقتله فهو في الجنه. ففي دليل ثاني، في دليل خاص، استثنى الحاكم الذي ليس فوقه احد، استثنى الحاكم الظالم من انه لا يامره ولا ينهاه الا من لا تقع بامره ونهيه فتنه اكبر. كان طب مين هيامره من هذا؟ لما قالوا اذن الامام الغزالي الله يرحمه، الغزالي صاحب احياء علوم الدين، قال اما اذن الامام فباطل لانه ينقض الامر بالمعروف وينهى عن المنكر، فان اعظم المنكرات انما تقع من هؤلاء. هل هم دول اللي بيعملوا اكبر المنكرات؟ لو استنينا لما يجي اذنهم هيأذن لك ازاي؟ عمره ما هيأذن لك. دي الفكره السادسه التي وقعوا فيها او بسببها في استحياء واستدعاء فكر مره ثانيه. الفكره السابعه